مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من مملكة الخير إلى الإنسانية. حدثوا عيون الفجر فأهل الخير يرسمون درب الصباح، حدثوا شموخ الشمس فالآتي نور العطاء ومجد النهار. هنا القمح ترويه سنابل الآتي في دنيا الحصاد، هنا مملكة الإنسان تخفق بألف عام من العنفوان. قبس من نور الحياة، شعاع من شمس أهل الشهامة، بلسم الجرح يحكي نبل الكرامة. تأسست هذه المؤسسة في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توحيد الجهود الإنسانية ضمن مؤسسة واحدة. وقد حظي السيد فهدي القناص بشرف إدارة مركزها في لبنان منذ العام 2018، ويتابع أنشطتها في لبنان لخدمة الأهل والإنسان. فهدي القناص سفير مملكة الخير إلى رحاب الإنسان، يحمل رسالة الحب من قادة المملكة بوفاء الرجال ونبض الأمل، مؤكداً بأن العطاء الإنساني هو محور رسالة الحياة. هذه المؤسسة المعطاء هي يد بيضاء من أيادي المملكة لدعم المحتاجين على كافة الصعد الغذائية التعليمية والكساء. السيد فهدي القناص يفخر بثقة المملكة ويسعى لخدمة رسالتها الإنسانية في زرع الفرح والعطاء. فيا كل كتب الدنيا رددي أناشيد العطاء في مسامع الزمن، يا كل أيام الحياة هنا مملكة الخير شمساً تنير الدرب على مدى الإنسانية.